مانشستر يونايتد ساوثهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج شاهدنا كيفاش الجوله 25 مباراه اللي كانت مثيره مباراه اللي شاهدنا فيها اهداف شاهدنا فيها لعب جميل شاهدنا فيها يعني وين كانت نقولوا بلي وين مانشستر يونايتد جوردان الذي سجل الهدف في الشوط الاول في الدقيقه 21 شاهدنا وانتهى الشوط الاول بهدف لصفر لصالح مانشستر يونايتد ساوثهامبتون شاهدنا كيفاش تاشي أدنيس الذي سجل الهدف في الدقيقة 48 في بداية الشوط الثاني يعني وش عندنا كيفاش ديخيا في التشكيلة تاع مانشستر سيتي شعندنا كيفاش تيغو شعندنا لوك هاري شعندنا فاران شعندنا بيرنام شعندنا كيفاش بوغبا شعندنا سكورت شعندنا ديجون شعندنا ماي ماركوس كريستيانو يعني شعنا وين نقولوا باللي وين ساوثهامبتون فارس الحارس اللي لعب دور كبير في هذه النتيجة وين محمد ساليسيو شعنا كيلي شعنا يان شعنا كيفاش يعني ستورت شعنا محمد شعنا جيمس شعنا كيفاش رومان شعنا أرماندو تاشين مسجل الهدف في الدقيقة 48 شاهدنا كيفاش وين راليف المدرب تاع مانشستر يونايتد اللي دخل بخطة 4-2-3-1 شاهدنا كيفاش المدرب تاع ساوثهامبتون اللي دخل بخطة 4-4-2 يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراة متكافئة يعني 51% نسبة استحواذ اليونايتد ساوثهامبتون 49% 345 تمريرة بالنسبة لساوثهامبتون 368 تمريرة بالنسبة لليونايتد يعني كانت مباراة نقولوا كانت قوية مباراة كانت شعلنا كيفاش وين نرفزة من اللاعبين تاع مانشستر يونايتد يعني وين كانت البطاقات صفر يعني لصالح مانشستر يونايتد هذه هي الجولة 25 مانشستر يونايتد ساوثهامبتون شاهدنا كيفاش انتهت النتيجة في الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج.